اليوم نتكلم عن أمر جليل جميل لطيف، لكنه فيه شيء من الحزن. نتكلم عن خاتم من خواتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى الملوك وإلى الحكام وإلى الأمراء وإلى المسؤولين في بلاد الدنيا، أخبره الناس بأن الملوك لا تقرأ كتابا إلا مختومة، لابد أن يكون عندي خاتم وأختمه به، فالملك يطمئن أن هذا فعلا من عند ذلك الشخص الذي هذا ختمه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه خاتما. هذا الخاتم عندما تراه فإنك تجد كلمة الله فوق، ثم رسول في الوسط، ثم محمد في النهاية في الأسفل، وتقرأ من أسفل إلى أعلى محمد رسول الله. هذا الخاتم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وورثه المسلمون من بعده. وقيل كان في حديث أنس أنه كان يلبسه في يساره. بعد، ولأنه الخاتم كأنه خاتم الدولة، الخاتم الرسمي، بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ذهب الخاتم إلى الخليفة حتى يخاطب به ويختم الرسائل. ذهب إلى أبي بكر الصديق، وكان عنده إلى أن انتقل فتولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين. فانتقل الخاتم مع أدوات الدولة أو مع سلطات الدولة إلى سيدنا عمر، ومكث عمر عنده هذا الخاتم إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى شهيدا، ونسميه بشهيد المحراب لأنه قتل في المحراب، فأصبح هذا لقبه أو نقبه يعني شهيد المحراب. ثم آل الأمر إلى الخليفة الذي بعده سيدنا عثمان ابن عفان ذي النورين، وسمي بذي النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم، ماتت هذه وماتت هذه عنده، وكان النبي يقول له لو إني عندي ثالثة لزوجتكها، يعني هو لم يتشائم منه عندما أتى الأجل لرقية وأتى الأجل لأم كلثوم. عثمان حبا في أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة بنائه للدولة الإسلامية حينئذ كان يلبسه ولا يغادر يده. لكن المحزن في القضية ليس كل هذا، إنما المحزن في القضية أنه جاء ليشرب أو يستعمل بئر من آبار المدينة، فسقط منه الخاتم، وهذا كان مؤثرا في نفسه جدا لأنه افتقد أعز شيء لديه. ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا ألا نتعلق بالأشياء، وإن كانت هذا الحادث هو حادث أليم. سيدنا النبي لما مات إبراهيم ابنه بكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. فالإنسان يصبر عند الصدمة الأولى، ولكن فقدان هذا الخاتم كان مصيبة، وحاول بكل الطرق، أتى بمجموعة كبيرة من الناس تنزح هذا البئر وتبحث عنه، واستخرج رمله وطينه
للبحث عن هذا الخاتم فلم يجده، وفقد خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان، فحزن عثمان وحزن المسلمون عليه حزنا شديدا. السؤال، الأخبار كثيرة في المدينة، ما اسمه بئر الذي سقط فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان؟ هذا هو السؤال، ما اسم البئر الذي سقط فيه خاتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان؟ هل هو بئر زمزم، أو هو بئر أريس، أو هو بئر غرس؟ اختر واحدة من هذه الثلاثة، وبذلك تتم الحلقة، ونتمنى لكم جميعا التعلم ونحن معكم حتى نحيي هذه المعلومات مرة أخرى في حياتنا ونعيش فيها. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.